من القاهرة معي دكتورة بسنت فهمي، مسؤولة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري وأستاذة الاقتصاد والبنوك. ما رأيك بهذا الرقم؟ يعني ثمة من تابع وجد بأنه رقم كبير ربما مبالغ فيه قليلا، وما وضع مصر هنا في مفهوم الوضع الاقتصادي وتحجيمه أو لا للمرأة؟ شوفي حضرتك، ما نقدرش ننكر أولا أن المرأة قبل أن تكون إنسانة عاملة واخدة نفس الحقوق والواجبات، فهي بطبيعتها أم وزوجة، ودول في أغلب الأحيان بيحددوا قوي أو بيحجموا من قدرة المرأة على إنها تعطي في بعض البلدان نفس القدر من الاهتمام للعمل عن بلدان أخرى. ولذلك أنا دايماً أقول في أحيان كثيرة المرأة هي اللي بتبقى صاحبة الخيار في عدم التقدم فعلا في العمل، لان زي ما بقول لحضرتك هي ام وزوجه ومحدش يقدر ينكر هذا الكلام. صحيح، هيدا بخيارة، يعني مثل ما قلتي هيدا مش تحجيم من قبل الدول. لا لا، بخيار، وانا سيده وشفت حواليا سيدات بيعملوا، مهما عمل القانون الست في الاخر بتحاول توازن، ما تقدرش تعطي وقتها بالكامل للعمل، كما في بعض الوظائف الرجل ممكن يعطي وقته بالكامل للعمل. لكن ده لا يعني انها ما بتدفعش انها تاخد حقوقها. كمان لازم نعرف ان الام بتخلف، يعني بيبقى لها اوقات كثيره حامل، وبعدين بتاخد فترات اجازات لرعايه الطفل، ثم بعد ذلك يعني لازم ما نقدرش ننكر ان هناك بعض النقاط بتخلي السيدة في العمل في بعض الوظائف. مثلا أنا عملت كتير في البنوك العالمية، دي من الحاجات اللي صعبة قوي إنهم يتقبلوها، إنك تاخدي أجازة وضع ثم أجازة لرعاية الطفل، ثم في مؤسسات كثيرة لا تتقبل هذا الكلام. بس ما بتعانوا موضوع فرص العمل أكثر للرجل، المعاش المردود المادي أكثر من الرجل؟ بهذا الإطار أريد أن أتحدث فيه من ضمن ما شارك معنا على صفحة أخبار الآن على الفيسبوك دكتورة بسنت، لنضيف أسئلة لحضرتك إذا المشاهدين بدون أسئلة. المرأة قالوا تكسب أكثر بمصر، فرص عمالة أكبر حتى بكثير من الرجل. لا، في مصر أنا الحقيقة اللي أنا شايفة إحنا ما عندناش تفرقة اللي موجودة في دول كثيرة، بالعكس المرأة بتعمل في مصر في كل المجالات، تجديها طبيبة، تجديها مهندسة، تجديها مصرفية، تجديها وزيرة، زي ما انت عارف. إنما أنا بكرر لحضرتك، ده بيبقى اختيار المرأة، في مرأة تحب تدي أغلب وقتها خارج البيت، وفي مرأة بتقدر توازن، وأول ما بدأت في التوازن بيبقى إنتاجك أقل من الرجل. ففي مصر إحنا ما بنشعرش بهذا الكلام، يعني أنا بأكد لحضرتك ما عندناش تفرقة، بس بالعكس المرأة واخدة حقوقها، وزي ما حكيت عندنا مجلس قومي للمرأة، وعندنا شوفي عدد الوزيرات وعدد البرلمانيات، وزي ما انت عايزة والدكاترة والمهندسين، المجال مفتوح، لكن نعم. في أحيان كثيرة بيبقى الاختيار للمرأة، هي مش عايزة، أو يعني عايزة توازن ما بين التزامات كثيرة أخرى عليها. ففي مصر ما لا نشعر بذلك، نعم، صريحة مع حضرتك، ما عندناش تفرقة حقيقية. أيه. وبعدين مصر دولة قديمة قوي في حقوق المرأة، يعني حضرتك المرأة من 7000 سنة وزيرة وحاكمة وكل اللي انت عايزاه. نعم، وهذه المشاركة كانت كل اللي تابعونا انه بمصر الوضع غير. انا اشكرك جزيلا من القاهرة دكتورة بسنت فهمي، مسؤولة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، استاذة الاقتصاد والبنوك.